هنروح مع حضراتكم من أخبارنا اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. والنهاردة هيعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مركز ترينس للبحوث والاستشارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ندوة تحت عنوان الثقافة والهوية في ظل العولمة والثورة المعرفية، وده ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة ضيف الشرف في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس. النهاردة كمان هيحتفل الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق بتوقيع كتابه الحارس أيام زاهي حواس، وده هيكون الساعة 6 بالليل في أحد فنادق القاهرة. أيضا النهاردة هتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، وهيبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بامتحان اللغة العربية والخط والتربية الدينية. النهاردة كمان هتمتحن طلاب أولى ثانوي عام امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وهيتم عقد الاختبارات ورقيا في المدارس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحان، وده لحماية الطلاب من فيروس كورونا. طبعا كل التوفيق لكل الطلاب في كل مكان، إن شاء الله ربنا يوفقكم ويسدد خطاكم النهاردة في الامتحانات. وأيضا النهاردة هتقيم محافظة القاهرة ندوة تثقيفية تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمناسبة الذكرى 70 لعيد الشرطة تحت عنوان عيد الشرطة 70 عطاء تضحية وفاء بالعهد. النهارده كمان هيكون معادنا مع مباراتين حماسيتين في دور الثمانية من كاس الامم الافريقيه اللي بتتلعب في الكاميرون. اول مباراه هتجمع ما بين منتخب جامبيا والمنتخب الكاميروني، وهتكون الساعه 6 بالليل، وبوركينا فاسو هتواجه المنتخب التونسي الساعه 9 مساء.